يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه، اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده. والحقيقه عندنا حاجات كتير وموضوعات كتيره جدا وضيوف كتير في حلقه النهارده، وهنتكلم في كل حاجه، وخصوصا ان الموسم خلاص بتفصلنا عن نهايته فعليا 24 ساعه. لكن الحقيقه انا حابب ابدا مع اسم كبير، رمز كبير جدا في تاريخ النادي الاهلي، قيمه وقامه، رحله من العطاء ورحله من النجاح الممتد، وزير الدفاع حسن حمدي، كابتن كبير حسن حمدي. النهارده عيد ميلاده 74، فحابين ان احنا نبتدي حلقتنا ونقول له كل سنه وانت طيب، اطال الله في عمرك ومتعك بالصحه والعافيه. كابتن حسن حمدي ارتبط اسمه في مراحل كتيره جدا ومتفرقه لاكثر من نصف قرن بقصص نجاح، سواء كلاعب في النادي الاهلي بدا مشواره مع الفريق الاول سنه 71، رحله عطاء كبيره، تتويجات، بطولات، وطبعا كإداري وصولا للمرحلة اللي كتير من عشاق النادي الأهلي بيصفوها بالمرحلة الذهبية في تاريخ النادي الأهلي، الفترة اللي تولى فيها الكابتن حسن حمدي رئاسة النادي الأهلي، واللي أنا شخصيا بعتبرها كانت صفحة جديدة، بداية كتابة تاريخ جديد للنادي الأهلي. أسماء كتير بلا شك الحقيقة هتظل موجودة في ذاكرة وفي عقول وفي قلوب الأهلوية، لكن أسماء يمكن قليلة منها هي اللي أعتقد سطرت وكتبت اسمها في تاريخ النادي الأهلي بحروف من نور، ومنها وزير الدفاع الكابتن حسن حمدي من السادسة ومن شاشة الأهلي. بنقول لك كل سنة وانت طيب. مراحل في عمر أندية كتيرة جدا كانت مراحل تفوق واكتساح، منها الحقيقة نادي الأرسنال. نادي الأرسنال اللي في بداية الألفية يمكن وتحديدا تحت قيادة أرسن فينجر عمل الحقيقة أرقام قياسية يمكن ما فيش أندية كتير قادرة تحققها لغاية النهاردة، ويمكن الجيل اللي كان مع أرسن فينجر ساعد على ده. تكلم على كتيبة من عظماء العالم كانوا في الوقت ده بيرتادوا تيشرت المدفعجية. الحقيقة يمكن اللي يفتكر أو اللي عاش الفترة دي، وكان الأرسنال الحقيقة ليه جمهور كبير جدا على مستوى العالم كله، تيري أونري، مارك أوفرمارس، دينيس بيركامب، روبرت بيريس، يانس ليمان، طبعا حارس مرمى الألماني العملاق، واللي هيشرفنا النهاردة في السادسة ليه الشرف، كان طبعا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم في التوقيت ده. بداية المشوار كانت مع بروسيا دورتموند، كان قائد لمنتخب ألمانيا أو قائد للجيل الذهبي لمنتخب ألمانيا، اللي عودتنا دايما الحقيقه انها تكون ان لم تكن على منصه التتويج فهي دايما في اي مسابقه او اي بطوله بتدخلها هي المرشح الاول او واحد من المرشحين الاوائل للتتويج باللقب وبالبطوله. يانس ليمان هيكون معانا النهارده في السادسه، هنتكلم معاه عن حاجات كتير تخص بروسيا دورتموند اللي للاسف شديد فقد اللقب في الثواني الاخيره، مش هقول في المرحله الاخيره، في الثواني الاخيره من عمر البونز ليجا، فقد اللقب لصالح بايرن ميونخ. ايضا هنتكلم طبعا على الارسنال، هنتكلم على نجوم الكره الالمانيه على مستوى الدوري الالماني، وخصوصا المانيا كمان هي اللي هتستضيف بطوله اليورو. هنتكلم على حاجات كتيره او ملفات كتيره جدا معاه، وهنتكلم على ارتيتا وعلى نجمنا المصري طبعا محمد النني اللي بيشارك مع الارسنال، واللي بعتقد انه هيكمل كمان مشواره مع الارسنال للموسم القادم. عندنا موضوعات كتير جدا، والبطوله العربيه باديه بدايه ساخنه جدا، يمكن لغايه قبل ما اطلع الهواء مباشره كانت اللحظات الاخيره في عمر مباراه الهلال السعودي والوداد المغربي، كلاكات تاني مره. الفرقتين دول اتقابلوا قريب جدا لكن في بطوله كاس العالم للانديه على الاراضي المغربيه، وبيتعادل اللقاء مره تانيه. لغايه لما طلعت او سبت المباراه كانت النتيجه تقدم الهلال 2-1، كان فاضل فيها ثواني، الهلال تقدم 1-0 ثم تعادل الوداد ثم تقدم الهلال بنتيجة 2-1، واعتقد ان المباراة انتهت بمكسب الهلال. لكن البطولة دي بتأكد على معاني مهمة جدا، خدوا بالكم اللي ما يعرفش او اللي ما تابعش البطولة، الهلال كان خسر مباراته الاولى امام السد القطري، والحقيقة ان المباراة بينه وبين الوداد كانت سجال، كانت 50-50،
رغم التدعيمات الكبيره جدا. وانا النهارده معايا ارقام واحصائيات خاصه بالميركاتو على مستوى العالم، لان النهارده ما تقدرش تفصل اوروبا عن اسيا، ما تقدرش تفصل انتدابات الانديه الكبيره في اسبانيا وانجلترا والمانيا وايطاليا وفرنسا عن الانتدابات اللي بتحصل في السعوديه، سواء على مستوى الارقام او حتى على مستوى الاسماء. ورغم كده الملاحظه الاولى اللي الحقيقه اي حد بيتابع البطوله العربيه هيشوفها في منتهى الوضوح، هي انه الفوارق ما بتترجمش لا بالارقام ولا بالاسماء. وانه رغم وجود عدد كبير من الاسماء اللي تصنع الفارق وكانت تصنع الفارق مع اكبر انديه اوروبا، الا انه احنا ما حسيناش بالفوارق دي في مواجهه الانديه السعوديه مع مثيلتها الافريقيه على وجه التحديد. مش هتكلم على المواجهات الاسيويه الاسيويه، لكن هتكلم على المواجهات الاسيويه الافريقيه، ومن الواضح انه التجربه لسه عليها شويه. هبدا مع حضراتكم باخبارنا، واتكلم بدايه طبعا عن ماتش بكره، ماتش المصري البورسعيدي في دور الثمانيه. ثلاث اطراف من المربع الذهبي لبطوله كاس مصر تاهلوا بالفعل، وفي انتظار الطرف الرابع اللي هتحدد نتيجته مباراه بكره بين الاهلي والمصري. المباراه اللي هتتلعب الساعه 6 ان شاء الله في ملعب برج العرب. الزمالك بيراميدز طرفي مواجهه الدور قبل النهائي، وامبي في انتظار الفائز من الاهلي والمصري. غيابات كبيره جدا على فكره بيعاني منها الفرقتين، سواء لاسباب متعدده، منها طبعا انتهاء فتره التعاقد او انتهاء الاعارات وخصوصا مع فريق المصري، او منها لانتقالات حصلت بالفعل في صفوف النادي الاهلي. كتير من الاسماء رحلت بالفعل وانضمت لفرق اخرى، منهم علي لطفي، منهم برونو سافيو، منهم حمدي فتحي، منهم مصطفى سعد ميسي، منهم شادي حسين، واسماء تانية بتغيب للاصابه. طبعا كريم فؤاد، اكرم توفيق، الغايبين من منتصف الموسم واللي متوقع ان شاء الله عودتهم مع مرحله او فتره الاستعداد للموسم الجديد. ياسر ابراهيم، محمد شريف للاصابه بيغيبوا، محمد عبد المنعم بيغيب للايقاف. يعني الفرقتين هيكون في عندهم نقص كبير جدا في الصفوف بكره، لكن طبعا نامل ان شاء الله عندنا اللي موجود بيسد. تعودنا كده 11 راجل في الاهلي، يمكن الصداع يكون في خط الدفاع شويه. هنروح للتمرين على كل الاحوال ونشوف بعد كده مين ممكن يكون اقرب للمشاركه في ظل غياب متولي ياسر وعبد المنعم. توقعاتي يكون الرهان اكبر على ربيعه وعلى خالد عبد الفتاح، لكن ممكن نعرف مستر كولر بيفكر في ايه النهارده. بالمناسبه بعد ماتش المصري مستر مارسيل كولر مدي الفريق راحه لمده 3 اسابيع، وبعد كده يبدا الفريق طبعا مع الصفقات الجديده، رضا سليم، امام عاشور، والصفقات اللي بيسعى الاهلي ل يعني اتمامها في الفتره اللي جايه، يبداوا فتره الاعداد استعدادا للموسم الجديد. طيب خلينا ناخد واحد من اساطير حراسه المرمى في المانيا وفي الدوري الانجليزي في الفتره اللي لعب فيها للارسنال المرحله الذهبيه زي ما قلت لكم، الجيل الذهبي، يانس ليمان، حارس مرمى الدوري الالماني، حارس مرمى بروسيا دورتموند والارسنال السابق، هيكون معانا بس بعد ما نشوف الويلكم كليب. النجم الالماني يانس ليمان، حارس مرمى ارسنال وبروسيا دورتموند ومنتخب المانيا، هو ضيفنا في السادسه. بدايه طبعا كل الشكر على مشاركتك معانا، واهلا وسهلا بيك، شرف كبير لينا انك تكون موجود معانا النهارده في السادسه. شكرا جزيلا، العفو، وسعيد بوجودي معكم. خليني في البداية أبدأ مع مدرسة حراسة المرمى الألمانية. على مدار تاريخ طويل حقيقة عمالقة حراسة المرمى في العالم كانوا يعني بينتموا لمدرسة المدرسة الألمانية. بفتكر شوماخر، بفتكر أوليفر كان، بفتكر يانس ليمان، وحاليا تير شتيجن ومانويل نوير. إيه السبب في تألق الكرة الألمانية في مركز حراسة المرمى على وجه التحديد؟ في الحقيقة لا أدري كيف أجاوب هذا السؤال، ولكن دعني أشرح أن عندنا في ألمانيا نعمل على دراسة وتثقيف الحراس والتدريب المستمر من أجل تطوير حراس المرمى في ألمانيا، ولذلك نمتاز، أعتقد كل بلد لها طريقتها، ولكن نمتاز نحن بتدريس وتثقيف الحراس بشكل مستمر. رأيك في مستوى حراس مرمى ألمانيا في الوقت الحالي، سواء كنا بنتكلم على مانويل نوير، سواء كنا بنتكلم على تير شتيجن؟ نعم،
اقدره واقيمه بشكل جيد جدا. تيرشتيجن مع برشلونه يظهر بشكل رائع. نويا لا يلعب كما نعرف بسبب الاصابه. اعتقد انهم من اهم الحراس ليس فقط في المانيا، على الصعيد العالمي من اهم واقوى اللاعبين، واعتقد دايما يظهرون بمستوى رائع. في تقارير اتكلمت، تقارير صحفيه اتكلمت مؤخرا انه هانس فليك بيفكر انه يختار تيرشتيجن كحارس اساسي لمرمى المنتخب الالماني في الفتره المقبله، رايك في ده؟ وهل بترشح حراس اخرين للانضمام للمنتخب الالماني قد يكون فيهم او لديهم فرصه في المستقبل؟ أنا لا أدري، لا أعلم ماذا قرر هانزي فليك. أعتقد فعلا كما ذكرت حضرتك أنه بدأ الاعتماد على تيرشتيجن في الفترة الأخيرة. نعم تيرشتيجن يظهر بشكل جيد جدا، وهناك منافسة قوية دايما على مستوى حراسة المرمى في ألمانيا ما بين تيرشتيجن، نوير وحراس آخرين. هانزي فليك يعمل بجد ويركز هذه الفترة في استقطاب أهم اللاعبين وضمهم للمنتخب الألماني، وفي النهاية أنا أؤمن بهانز فليك أنه سوف يقرر بضم اللاعب الذي يستحق. مين أفضل ثلاث حراس مرمى من وجهة نظر يانس ليمان في الوقت الحالي؟ لا أدري، في هناك حراس مرمى كثيرين على سبيل المثال في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي وفي البوندسليغا في ألمانيا وفي أسبانيا. الأفضل صعب في الحقيقة أنني أذكر لكم، ولكن أفضل ثلاث حراس من في ريال مدريد، ده حارس ريال مدريد طبعا كورتوا، وحارس مانشستر سيتي أيضا. لا أستطيع القول أنهم هم الأفضل، ولكن هم من الأفضل في الآونة الأخيرة على، وأيضا في ألمانيا هناك حارس أو حارسين من وجهة نظري هم الأفضل كما ذكرت شتيجن ونوير، ولكن هناك حراس مرمى كثير يلعبون في مستويات رائعة ومستويات كبيرة. كنت حارس مرمى لبروسيا دورتموند، خلينا نتكلم على الكره الالمانيه شويه، سواء انديه او منتخبات، كنت حارس مرمى طبعا لنادي كبير في المانيا هو نادي بروسيا دورتموند. ازاي شفت الموسم الاخير، وازاي شفت، مش عايز اقول انه ازاي بايرن ميونخ حقق اللقب، لكن ازاي فرط فريق بروسيا دورتموند في اللقطات الاخيره او في الامطار الاخيره في لقب البطوله، بطوله الدوري الالماني طبعا. نعم هذه خساره كبيره لبروسيا دورتموند. نعم اعتقد هذا فريق بروسيا دورتموند يمتلك قاعده شعبيه وجماهيريه كبيره جدا، معذره هو طبعا منافس كبير جدا لبايرن ميونخ في المانيا. كانت المنافسه صعبه وقويه هذا العام. كرة القدم في الخارج كما نذكر في الدوريات الأخرى أيضا هناك منافسات كبيرة، ولكن في ألمانيا في البوندسليغا في الدوري الألماني كانت المنافسة قوية هذا العام وصعبة جدا. أعتقد فعلا خسر بروسيا دورتموند اللقب في الثواني الأخيرة أو في الدقائق الأخيرة، كانت هذه مشكلة كبيرة. وأعتقد عندما نقارن الدوريات الكبرى ببعضها البعض، الخمس دوريات الكبرى، نجد نفس السيناريو نجده في معظم الدوريات. عندنا في دويتشلاند يسود البايرن ميونخ كل الألقاب، ولكن هذا العام كانت المنافسة شرسة. يعني هل تتوقع، واحد قبل توقعك، هل بتشوف انه سيطرة بايرن ميونخ على البطولات المحلية واحدة من الأسباب اللي أدت لتراجع مستوى المنتخب الألماني؟ وهل تتوقع الموسم اللي جاي انه شكل المنافسة على البوندز ليجا يختلف، وانه في أندية تانية ممكن تنافس بايرن ميونخ زي لابزيج، زي بروسيا دورتموند، زي باير ليفركوزن، زي أي فريق ممكن ينافس على تحقيق لقب بطولة الدوري الألماني؟ أنا أتمنى ذلك، أتمنى ذلك أن يكون هناك منافسة أقوى في الموسم القادم.
نعم المنافسة أعتقد ستصبح صعبة. أعتقد سمعنا عن هاري كين، هاري كين في هناك كلام وأحاديث كثيرة وأخبار أنه سوف يأتي لبايرن ميونخ. فعلا البايرن ميونخ يفتقد لمهاجم صريح، مهاجم قوي مثل هاري كين، وأعتقد وجوده في البوندسليغا سوف يعطي طعم أحسن وأفضل ويعطي منافسة أكبر. بايرن ميونخ يمتلك أيضا منافسين كثيرين هذا الموسم، أعتقد ذلك. بالحديث عن المنتخب الألماني، يمكن وأنا بقدم أو بستقبلك في بداية الفقرة كنت بتكلم على أن منتخب ألمانيا تعودنا دايما هو بيشارك في أي بطولة بيكون من المرشحين لتحقيق اللقب، لكن يمكن تراجع مستوى المنتخب الألماني تحت قيادة هانز فليك، ومن أواخر فترة يواكيم لوف يمكن كان في تراجع بشكل كبير. من وجهة نظرك أهم أسبابه وإزاي يقدر يستعيد المنتخب الألماني وهو على وشك تنظيم بطولة يورو 24، إزاي يستعيد المنتخب الألماني قوته مرة تانية؟ نعم، هذه مفاجأة بالنسبة لي أن المنتخب الألماني في الأونة الأخيرة فعلا كما ذكرت لديه مشاكل كثيرة أثرت بشكل عام على النتائج وعلى الأداء. أعتقد أنا أؤمن بهانز فليك وأؤمن بالكتيبة الحالية، ونحن كألمان ندعم المنتخب الألماني بشكل كبير، وأعتقد هناك فعلا لاعبين جيدين على صعيد أو جميع المراكز وقد يستطيعون العودة مرة أخرى بالمنتخب الألماني للمنافسة دوليا. لسه بتشجع بروسيا دورتموند؟ هل ما زلت بتشجع فريق او نادي بروسيا دورتموند؟ نعم، انا اتابع بروسيا دورتموند واعشق هذا الفريق. انا سعيد ودائما اسعد لبروسيا دورتموند عندما ينافس بشكل قوي وعندما يظهر بشكل كبير، ولكن للاسف كما نعلم خسر اللقب في الثواني. يعني خلال متابعتك للدوري الالماني او خلال فتره لعبك لبروسيا دورتموند، وانا يمكن يعني في عدد كبير من اللاعبين المصريين من اجيال مختلفه لعبوا في انديه المانيه، مين اللاعب اللي انت زميلته او واجهته او اتفرجت عليه حتى وتابعته من خلال الشاشات من اللاعبين المصريين اللي ممكن يكون لافت نظرك؟ بكل تأكيد هناك لاعب لعب في بروسيا دورتموند، أنا أحاول أن أتذكر الاسم. محمد زيدان، محمد، أعتقد اسمه محمد. أنا بحاول، محمد زيدان، ساعدوني أن أتذكر الاسم، أنا أحاول أن أتذكر الاسم. أعتقد محمد زيدان. نعم صحيح، فيردر بريمن أو هاني فيردر بريمن، هناك لاعب مصري أيضا أحاول أن أتذكر الاسم، تستطيع أن تساعدني من فضلك. هاني رمزي، فيردر بريمن، هاني رمزي، أعتقد برضو ما فيش لاعب مصري لعب في فيردر بريمن غير هاني رمزي. هاني رمزي أتذكره الآن، هاني رمزي، نعم هاني رمزي واحد من أهم اللاعبين. محمد زيدان أيضا هو من أهم اللاعبين الذين عاشرتهم وقت أن كانوا في ألمانيا، وهاني رمزي بكل تأكيد. عايز أروح معاك للدوري الإنجليزي والفترة أعتقد يمكن أنت ما تقدرش تنساها ويمكن حققت فيها نجاحات كبيرة جدا مع الأرسنال. بداية إيه الأقرب لقلبك، الفترة والمرحلة اللي لعبت فيها لبروسيا دورتموند في البوندسليغا ولا الفترة اللي أنت لعبت فيها في الأرسنال في البريمير ليج؟ نعم، بريمير ليج طبعا الدوري هناك والمنافسة مختلفة تماما وكانت صعبة. عندما نقارن الدوري الإنجليزي بالدوري الألماني أو بروسيا دورتموند بأرسنال، هناك فرق شاسع على صعيد المنافسة. المنافسة دايما أقوى وأفضل وأسرع في البريمير ليج. يمكن انت كنت من واحد من الجيل الذهبي اللي حقق مع ارسنال بطولات كتير،
وكان دايما الارسنال برضو في الوقت اللي انت كنت بتلعب فيه طبعا بيضم كتيبه كبيره جدا من النجوم، كان دايما بينافس على كل الالقاب وكل البطولات سواء على مستوى انجلترا او على المستوى الاوروبي. الفتره دي كانت فتره ذهبيه، واعتقد تحت قياده ارسن فينجر حققت نجاحات كبيره. لكن ما بعد مرحله ارسن فينجر اعتقد انه الارسنال عانى بشكل كبير جدا. ايه الاختلاف او ايه التحول، اسباب التحول من وجهه نظرك، وهل ينجح ارتيتا في عوده الانتصارات مره ثانيه للارسنال في الفتره او في الموسم المقبل ولا لا؟ لعب فعلا في ارسنال في هذا الوقت، وكنت كوترينر يعني مدرب مساعد ايضا في وقت من الاوقات، وفعلا عندما اشرح ذلك عندي الاحساس كلاعب وكمدرب او مساعد مدرب هناك احساس بالمسؤوليه والولاء للفريق. ودعني اشرح، عندما تكون لاعب ليس مثلك كمدرب، انت كلاعب ايضا تعمل من اجل مع التيم مع الفريق ومع المدرب من اجل الحصول على بطولات، ودائما تركز على الظهور باداء جيد. اما انت كمدرب او مساعد لمدرب مثل ارسن فينجر على سبيل المثال، لا، هناك فرق كبير. كمدرب هناك مسؤوليات اكبر، تعمل من اجل الحصول على البطولات والمحافظه على وجود الفريق والكيان دائما في المنافسه. لماذا بدات معاناه الارسنال بعد رحيل أرسن فينجر؟ بعد رحيل أرسن فينجر كان صعب على إدارة أرسنال أن تجد مدرب قوي. على سبيل المثال نرى الآن بيب جوارديولا مع مان سيتي، فكان على سبيل المثال الآن تشافي مع برشلونة، فكان في هذه الأونة في هذا الوقت كان صعب تماما، صعب جدا أن تجد مدرب في هذا الليفل، هذا المستوى العالي بعد رحيل أرسن فينجر. فكان من الصعب على الإدارة وعلى فريق أرسنال، أعتقد هذا كان أمر صعب، كان عليهم أن يبحثوا، ولكن هذا هو السبب من وجهة نظري. هل تتوقع أنه أرتيتا من الممكن أنه يكرر إنجازات الأرسنال مع أرسن فينجر في خلال المواسم القادمة؟ أعتقد ذلك، كلنا كنا نأمل أن أرتيتا يعمل شيء مع أرسنال وكان منافس شرس، ولكن في النهاية للأسف خسر اللقب بسهولة أمام المان سيتي. أعتقد كانت بالنسبة لنا مفاجأة كبيرة، وأتمنى أن أرتيتا، وهذا قد يحدث، قد يحدث فعلا في كرة القدم. وأنا بتكلم معك على أرسنال لازم أسألك عن النجم المصري محمد النني اللي بيلعب للجانرز، رأيك فيه، انطباعاتك عن مستوياته والمواسم اللي قضاها في فريق الأرسنال. مو وهاني ايضا، محمد النني واحد من انا دربته ايضا في وقت من الاوقات وعملت معه، هو لاعب رائع، وكلنا نحترم محمد ونحترم عقليته ونحترم قدراته، وهو لاعب مهم جدا في أوضة اللبس بالنسبة لأرسنال. أنا أؤمن به أيضا، وأعتقد أن كل اللاعبين يؤمنون به ويحترمونه ويقدرونه. هو لاعب فعلا رائع ورائع وعظيم ايضا بالنسبه للارسنال. من وجهه بالعوده للميركاتو، اهم الصفقات اللي تابعها واللي شافها يانز ليمان في سواء في الكره الالمانيه او في الكره الانجليزيه، اهم الانتدابات التي قد تصنع الفارق، وانت يمكن عديت على صفقه هاري كين، وعايز اعرف احتماليه حدوثها من وجهه نظرك او مدى اقتراب بايرن ميونخ من اتمام الصفقه مع توتنهام. nach Deutschland. لألمانيا، سؤالك بخصوص هاري كين أيضا؟
يعني يهمني اعرف يمكن الـ 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 الاخبار او التقارير الاخيره اتكلمت انه في تعثر في المفاوضات وفي خلافات على المقابل المادي، يمكن يكون عندك من الناحيه الالمانيه جديد فيما يتعلق بصفقه انتقال هاري كين من توتنهام لصالح بايرن ميونخ. بكل في الحقيقة لا أدري، أنا قرأت الأخبار ولكن فعلا لا ليس لدي معلومات صحيحة عن هذا الترانسفير، عن هذا الانتقال، ولكن من وجهة نظري سوف يصبح هذا انتقال أو ترانسفير قوي جدا إن حدث. تعتقد أنه هاري كين قادر على تعويض غياب اثنين من أهم رؤوس الحرب عن البطولة الألمانية في موسم واحد، ليفاندوفسكي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البايرن وإيرلينغ هولاند مهاجم بروسيا دورتموند، وكان ايه مشاعرك الحقيقه لازم اسالك احساسك وبروسيا دورتموند بيتخلى عن واحد من افضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي لصالح مانشستر سيتي؟ اعتقد هاري كين عندما ياتي للبوندسليغا او عندما يتم هذا الانتقال بنجاح فبكل تاكيد اعتقد فعلا سيعوض روبرت ليفاندوفسكي وهالاند. كواحد من مشجعي بروسيا دورتموند احساسك بيكون ايه وانت بتشوف كتير من الاسماء اللي بيتخلى عنها فريق بروسيا دورتموند؟ وانا هنا عايزك تنقل لي مشاعر الجماهير اللي بتكون من اهم نجوم اوروبا وبتكون لعيبه مؤثره في فرقها، وشفنا على مدار مواسم كتير اسماء خرجت من بروسيا دورتموند عشان تتالق في انديه اخرى، هاملز، ماريو جوتسي، عثمان ديمبلي، اشرف حكيمي، جوندوجان، إيرلينغ هالاند، كلهم الحقيقة كتيبة من أهم النجوم اللي خرجوا وتألقوا في فرق أخرى. إزاي بتستقبل جماهير بروسيا دورتموند الأخبار دي؟ نعم هذه خسارة كبيرة للبوندسليغا، ولكن هذا طبعا بكل تأكيد هذا أمر استثماري ولديهم رؤية كبيرة جدا من ناحية الاستثمارية ومن ناحية الأموال، فهذا يستقطب أموال كثيرة لبروسيا دورتموند. هذا هو من أهم أهداف بروسيا دورتموند، هو بيع اللاعبين واستقطاب لاعبين آخرين وظهور نجوم على الساحة وبيعهم للدوريات الكبرى من أجل كسب أموال، وهذا هدف استثماري بحت من وجهة نظري. نعم يؤثر بشكل سلبي على البوندسليغا ولكن يكسبون أموال كثيرة. توقعاتك لمشوار أو بداية مشوار جود بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند السابق مع ريال مدريد في الموسم القادم؟ نعم هو لاعب رائع وقوي، وبكل تأكيد طبعا أعتقد أنه سوف ينجح مع ريال مدريد وسيظهر بشكل رائع. نعم خسرنا هذا اللاعب، بروسيا دورتموند خسر مثل هذه الكواليتي والجودة لاعب كبلينغهام، وهذا هو مثال كما ذكرت حضرتك، هذا هو برضو أيضا مثال من الأمثلة التي خسرها بروسيا دورتموند، أمور بسيطة صغيرة جدا، ولكن أعتقد أنه سوف يظهر بشكل أكثر من رائع مع ريال مدريد، كنت أتمنى وجوده مع بروسيا دورتموند لفترة أطول. النهاردة واحد من أهم وأكبر الأسماء في عالم حراسة المرمى مش بس في إيطاليا لكن كمان في العالم أعلن اعتزاله، الكلام عن جان لويجي بوفون حارس مرمى المنتخب الإيطالي، مش فاكر بصراحة لقد إيه لكن هي مرحلة طويلة جدا تولى فيها بوفون حراسة مرمى إيطاليا، وأيضا طبعا يوفي، وأعتقد أنكم واجهتوا بعض لما كنت بتلعب في الكالتشيو، أنت كنت بتلعب لفترة من فترات في الميلان وطبعا حارس مرمى اليوفي، تقول إيه لبوفون في اليوم اللي قرر فيه أنه يعتزل؟ كان أيضا لاعب عظيم ورائع ولعب لفترة طويلة جدا، أنا كنت أعتقد أنه سوف يذهب للدوري السعودي ويستكمل مشواره لموسم أو موسمين، أعطى لكرة القدم كثير وكثير، أنا أعتقد أنها خسارة كبيرة لكرة القدم، خسارة مثل هذا الحارس، حارس بوفون هو حارس عظيم وهو خسارة كبيرة، هو واحد من الأساطير لابد أن أعترف بذلك. إيه رأيك في تجربة السعودية وانتقال كتير من أسماء كبيرة في الأندية الأوروبية
في الموسم القادم، وهل تعتقد ده ممكن يأثر على يعني فكرة انتداب النجوم أو الأسماء لصالح الأندية الأوروبية ولا لأ؟ يعني نعم أتفق معك، الأموال هي التي تتحدث وتتكلم، الأموال، المال هو الذي يتكلم، هو الذي يحكم في هذه الفترة، والسعودية تمتاز بذلك ولديها أموال كثيرة، وأصبح الدوري السعودي جذاب للاعبين التوب اللاعبين النجوم، نجوم العالم، ورأينا هذه، ورأينا أمثلة كثيرة في الآونة الأخيرة. نعم أعتقد أنه سوف يؤثر بشكل كبير على الكرة في أوروبا، وسوف يصبح منافس شرس. ما أعرفش إذا كنت بتتابع الكرة الأفريقية ولا لا، بس بالتأكيد ممكن تكون بتتابع بطولة كأس العالم للأندية، وخصوصا النسخ اللي بيشارك فيها أو اللي شارك فيها بايرن ميونخ. عايز أعرف معلوماتك عن الأهلي المصري، أو انطباعاتك عن المباريات اللي ممكن تكون شفت فيها نجوم النادي الأهلي المصري، سواء في بطولة كأس العالم أو حتى في البطولات الأفريقية. نعم، الأهلي فريق فعلا عظيم وفريق قوي، وأتابعه وأعرفه، وواحد من أهم الفرق في أوروبا التي تساوي من وجهة نظري فرق توب أيضا وفرق كبيرة أيضا في أوروبا، واحد من أهم الفرق في أفريقيا، لديه تيمبو، سرعة في التطور وسرعة في النتائج، ودائما على القمة الفريق النادي الأهلي. واعتقد ان هناك فرق كبير بين الليغا في افريقيا واوروبا، ولكن الاهلي من اهم الفرق في افريقيا. يانس ليمان، حارس مرمى المنتخب الالماني واحد اساطير الكره الالمانيه ونجم طبعا بروسيا دورتموند والارسنال الانجليزي السابق، بشكرك شكرا جزيلا، كان لي الشرف الحقيقه ان انا اجري معاك الحوار ده، شرفت بيك على شاشه الاهلي، وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسه. ده كان لقائنا وحوارنا مع واحد من اساطير الكره، واحد من افضل حراس المرمى اللي جم في تاريخ المانيا الحقيقه، يمكن اللي ما تابعوش او ما شافوش، واحد من الحراس الحقيقه العمالقه اللي تالقوا في ملاعب انجلترا وتحديدا مع الارسنال في فتره ذهبيه للارسنال الانجليزي تحت قياده ارسن فينجر. طيب هنتكلم على حاجات كتيره جدا تخص طبعا مشوار الاهلي في البطولات اللي جايه، وخصوصا طبعا وهيكون عندنا نظره على اتحاد العاصمه بما انها هتكون واحده من اولى المواجهات بعد فتره التوقف. بالتاكيد طبعا ماتش المصري حاضر، وبالتاكيد هيكون لنا جوله وزياره للنادي الاهلي في الجزيره وتحديدا ملعب مختار التتش عشان نطمن على التدريبات والاستعدادات الخاصه بفريق الاهلي لمباراه بكره ان شاء الله. بس بعد الفاصل نستقبل بلال محسن واحمد مصطفى ضيوفي في السادسه ونتكلم في كل التفاصيل. دي تقدر تقول عليها الفتره او الموسم الخاص بالانتقالات ومع التسريبات، بقى بندل كده مع بعض، تاخد موسم انتقالات وتاخد موسم تسريبات، يلموا لك الليله كلها في فتره انتقاليه قبل ما نبدا الموسم الجديد. وخليني اقول لك ان واحده من اكبر او اهم الملاحظات اللي هنتكلم فيها النهارده، وده مرتبط باول سؤال لضيوفي، فكره انه موسم الانتقالات السنة دي السعودية بتخش فيه على إنها واحدة من أقوى الدوريات اللي عملت ميركاتو في فترة الانتقالات الصيفية. لكن هو السؤال اللي يتسأل هنا، هل الانتقالات دي، هل المبالغ اللي اتصرفت دي، هل الأسماء اللي جت عشان تلعب في الدوري السعودي قادرة إنها تصنع الفارق؟ لغاية دلوقتي من اللي شفته واللي تابعته في البطولة العربية بقول لحضرتك لأ، لكن هل عند ضيوفي إجابة تانية أو مختلفة؟ تعالوا نسمع رأيهم. خلينا نرحب بأحمد مصطفى وبلال محسن ضيوفي النهاردة في السادسة. يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا. أنا شايف مباراة في الشياكة والأناقة كل أسبوع، يعني أهلا وسهلا بيكم. أهلا طبعا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين، إحنا بنتعلم منك طبعا. لا يعني إزاي، لا أنت طول الأسبوع بتعامل كوليكشن هايل الصراحة، فلازم نيجي يوم الأربع بحاجة كده مختلفة يعني. أهلا أهلا بحضرتك طبعا. ولو على البطولة العربية بس أنا نرحب بقى مصطفى الأول. ماشي كمل أنت كمل. أمشي أنا. إزيك يا أبو حميد؟ إزيك يا أحمد؟ يعني دايما مبسوط أنت معاك، وفعلا إحنا بنتعلم منك الشياكة. الله يخليك. ويعني الشياكة أنت كل يوم بتنورنا بحاجة مختلفة يعني. طيب هكلمكم شويه في البطوله العربيه قبل ما نروح للميركاتو. انا معايا طبعا الميركاتو بتاعنا هنتكلم فيه صفقات الاهلي، سواء امام او رضا سليم، الصفقه اللي تم الاعلان عنها مؤخرا، لكن هتكلم كمان في الميركاتو الاوروبي ونشوف كده الانتدابات رايحه لفين. لكن حابب ابتدي معاكم ببطوله عربيه، يمكن هي بطوله مش يعني مش تحضيريه اكتر،
تحضيريه اكتر، يمكن بطوله مش واخده السكسي. أيوة. واخده البروباغندا، على الرغم ان بتشارك فيها انديه كبيره في افريقيا وانديه كبيره في اسيا. لكن السؤال الاول، هل انتوا حسيتوا ان في ترجمه حقيقيه للكم الكبير من الصفقات والاسماء والانتدابات والارقام اللي دفعتها الانديه السعوديه في مجموعه من اهم واكبر نجوم العالم؟ هل الاسماء دي كانت قادره انها تصنع الفارق، ولا النتائج ومستويات الاداء اللي انتوا شفتوها بتقول عكس ده؟ يعني يمكن في البدايه اللاعب الاكثر تاثيرا حتى الان هو كريم بنزيما، يعني كان ليه تاثير مباشر على نتيجه مباراه الاتحاد في المباراه الاولى، احرز هدف وصنع هدف، في المباراه الثانيه احرز هدف، واللقاءين انتهوا بفوز بسبب مباشر لكريم بنزيما. النهارده ظهر شويه لاعيبه الهلال وصفقات الهلال، يمكن اتكلمنا عن روبن نيفيز وسافيتش، الاثنين النهارده احرزوا اهداف الهلال وقادوا الهلال طبعا للصعود بعد الفوز على الوداد المغربي اللي من وقته خساره بطوله افريقيا وهو بيعاني على المستوى المحلي والمستوى العربي. فاللعيبه المستوى الافريقي خسارة يعني افريقيا تسيت الافريقي برضه، انا بقول بعد خساره محلي والعربي انا محليا وعربيا طبعا بعد المعاناه الافريقيه. فعايزين نقول ان لسه البدايه، يعني انا بعتبر مباراه البطوله العربيه زي ما احنا قلنا مباراه تحضيريه، ولكن المحك الرئيسي طبعا هيبقى مع انطلاق فعاليات الدوري السعودي بقى، بعد ما كل الانديه تاخد او يعني تقف على التشكيل الاساسي والمنافسات الرسميه. لكن حتى الان ما فيش حد، زي ما قلت لك، يعني يمكن الابرز اللاعب الابرز هو كريم بنزيما. احمد شايف ازاي لما بقيس مثلا على الهلال، بما انه الهلال هو اقوى ميركاتو، ده مش كلامي، ده كلام الارقام والاحصائيات، وبشوف مستواه في الماتشات الثلاثه اللي ظهر فيهم. انا تابعت ماتش السد بصراحه، وتابعت الماتش بتاع الوداد اللي كان بيتلعب قبل السادسه على طول لغايه يمكن الدقيقه او الدقيقتين الاخيرتين من المباراه، وسمعت نتيجه اهلي طرابلس اللي تعادل فيها الهلال. السد خسر قدامه الهلال بنتيجه 3-2. فالقصه هنا ما هياش قصه ميركاتو، او ما هياش قصه اسماء، او ما هياش قصه فلوس وارقام. واعتقد انه مش عايز اكون طبعا بحكم بدري على التجربه، لكن من الواضح انه المردود اللي كان متوقع من الصفقات اللي بالحجم ده، من الصفقات معاها تقيل، ما ظهرش بشكل كبير في البطوله العربيه. اتفق معاك جدا يا احمد، ان انا بشوف ان كل الانتدابات مش عند الهلال السعودي بس، الانتدابات كلها اللي حصلت في الدوري السعودي، احنا بنتكلم على اربع انديه بشكل مباشر، والهلال والاتفاق الخامس، حتى الاتفاق كمان معاهم الخامس طبعا، يعني اتحاد جده والنصر السعودي، بس الاتفاق ما عملش برضو صفقات تقدر يعني تقول عليها. دي حاجات ستيفن جيرارد، هي صفقه اعتقد بتبقى يعني كمدير فني بتبقى بيعملوها تقريبا، عشان برضو ما ينفعش ما يعملش صفقات، ان شايف طبعا الانديه الكبيره. وجوردن هندرسون صح بالظبط. فالمردود بالنسبه لي هو مردود تسويق مش اكتر، لكن المردود الايجابي او الفني احنا ما شفناهوش دلوقتي حتى في البطوله العربيه، واعتقد كمان هيبقى في الدوري السعودي، لان انا حضرت موضوع اللعيبه الاوروبيين والاجانب في الدوري القطري من زمان جدا الموضوع ده، واعتقد من ايام باتستوتا ولاعيبه كبار كانوا موجودين في الدوري القطري، لكن برضو ظل الدوري القطري هو هو. يعني طبعا الدوري السعودي تسويقيا راح في حته ثانيه، والانديه خلاص بقت يعني خلاص موضوع بوجود كريستيانو هو سبب كبير جدا في طبعا يعني اللعيبه كلها طبعا بقت موجوده في الدوري السعودي. روماريو كان لعب اعتقد برضو فترات في قطر في النصر السعودي اعتقد، لا في السعودي بس ما اعرفش في النصر، بس النصر جاب على فكره النصر من زمان بيجيب، حتى النصر اصلا شهرته كمان في السعوديه بالعالمي، لان هو دايما بيجيب لعيبه عالميه. ففكره الانتدابات اللي كلها اللي بتحصل في الدوري السعودي انا بشوف ان هي المردود بتاعها فعلا ما كانش يعني فنيا مش كبير خالص، وده باين جدا في مباراه الهلال السعودي حتى الاتحاد جده. وبيتهيألي كمان منتاليتي او تفكير او عقليه اللعيبه اللي جايه من اوروبا، يعني لعيب زي بنزيما بالظبط وهو جاي من ريال مدريد وجاي من بطولات زي تشامبيونز ليج بيلعب في الدوري السعودي، ما كامل احترامي ده مش تقليل للدوري السعودي، لكن انا بحاول اشوف الامور من وجهه نظر اللاعب نفسه، النجم الكبير ده اللي كان بيلعب في الريال وبيلعب في تشامبيونز ليج وبيلعب في ليجا اسبانيه، لما يجي يلعب في الدوري السعودي ما اعتقدش انه عنده الدوافع او الحافز الكافي انه يطلع يعني اقصى ما هياخد. هو انا اعتقد ان العمليه هتاخد وقت شويه، يعني فكره ان اللاعب يستوعب ان هو ساب منافسات زي دوري ابطال اوروبا، هي بالنسبه له في الاخر داون جريد يعني بالظبط. طبعا يعني احنا مش تقليلا من الانديه السعوديه او من الدوري السعودي، ولكن احنا بنتكلم واقعيا وفنيا، ان انت علشان تستوعب ان فكره انك خرجت من منافسات دوري ابطال اوروبا ومنافسات الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي او كل دي اقوى منافسات على مستوى العالم، وكل باعتراف كل اللعيبه وحتى السعوديين نفسهم او القائمين على الدوري السعودي، ففكره ان
اللاعب حتى يستوعب ان هو اصبح لاعب في دوري اخر بعيد تماما في منافساته وفي اللعب بطرق اللعب والكلام ده كله. تجربه جديده، تجربه مثيره للاهتمام. حتى بعض اللعيبه لسه ما اعلنتش على الحسابات الرسميه بتاعتها حتى الان عن انتقالها. يعني بروزوفيتش مثلا لاعب النصر السعودي ما نزلش اي حاجه لسه لحد دلوقتي، بالرغم ان هو خد 3 أو 4 مباريات مع النصر، ولكن لسه ما اعلنش. رياض محرز ايضا حتى الان ما اعلنش او عن في حسابه الشخصي ان هو انتقل لاهلي جده. فتحس ان اللعيبه لسه فكره استيعابها ان هي سابت الدوري الانجليزي وانتقلت لدوري عربي ايا كان حجم المنافسه اللي هو اللي منتظراهم. على فكره بالمناسبه المنافسه اللي بتنتظر اللعيبه دي وحجم السبوت اللي هيبقى عليهم كبير جدا. فلازم يكونوا هم برضو عاملين في حسابهم ان ما تنكرش انه هيكون دوري جذب للانظار. اكيد طبعا. يعني طبعاً. يعني اكيد طبعا المستوى المنافسه والاسماء دي لما تواجه بعض في الدوري السعودي الناس هتبقى عايزه تشوف فيرمينيو ورياض محرز وساديو ماني وجوردن هندرسون كانتي رياض محرز بوزوفيتش سافيتش روبن نيفيز. ولسه كمان اعتقد ان الموضوع مش هيقف عند اللعيبه دي، اعتقد خلاص هو السعوديه والدوري السعودي بقى محط انظار دي مجرد بدايه. يعني يا ابو حميد مجرد بدايه طبعا. عشان كده طارق حامد في ختام الموسم قال لو انا طارق حميديتش كنت هتعامل معامله احنا عرفنا بقى ليه قال حميديتش. بمناسبه طارق حامد يعني اعتقد ان المدير الفني الف سلامه طبعا نتمنى له طبعا الشفاء. الاصابه كانت قويه جدا، صعبه قوي يعني. ولكن واضح ان المدير الفني يعني قال في التصريح بتاعه قبل المباراه الاخيره في المجموعات قبل ما يصعدوا، قال ان انا يعني مش هجازف في طارق حامد، لكن كلامه يبين ان هو واثق في طارق حامد. فالناس كلها كان في تصريحات ان طارق حامد هيمشي. طبعا هم جابوا فابينيو خلاص لاعب ليفربول، فابينيو بقى في فابينيو ونجولو كانتي وطارق حامد. فالناس كلها دايما طبعًا. بتقول لكن واضح جدا اعتماده بنسبه كبيره على طارق حامد. فده بينفي كلامه عكس التصريحات اللي بتطلع على السوشيال ميديا ان هو يعني قريب من ان هو يرحل الاتحاد جد. متوقع انه يستمر مع انا متحد. اتوقع استمراره في الاتحاد جد. لا يعني انا كنت شايف ان هو قريب جدا من الخروج، ولكن انا يعني عندي احساس ان هو بعد الواقعه الاخيره والقتاليه العاليه اللي اظهرها طارق حامد في المباراه واللعب بالروح القتاليه دي، انا اعتقد ان مسؤول اتحاد جده اعادوا حساباتهم مره اخرى في موضوع بقاء طارق حامد. لان هو مين متوقع يمشي؟ لان هم كده في اسم زياده عندهم في القائمه. انا اتوقع يعني تقريبا وسمعت يعني ما اعرفش انه ممكن يخرجوا حجازي بس من القائمه مؤقتا. ما هو كده كده لا هو كده كده حجازي اسمه اترفع اصلا من يعني من القائمه. ما اعرفش اترفع في لاعب اخر لازم يتم رفع اسمه، ولكن ممكن ما تستبعدش يعني طارق حامد ممكن في اي وقت. هو بيعتمد على كانتي في 8 ما بيلعبوش 6. يعني هو بيلعب كانتي 8 وطارق حامد 6، فيعني كانتي ملوش علاقه بطارق حامد خالص. هو الفكره كلها في بينه هيستخدمه هو ازاي. لا فابينيو 6 ما هو ممكن هو يستخدمه يعني برضه على حسب هو بيفكر ازاي. طبعا نونو سانتوس ما اعرفش هو هيفكر بقى اذا كان هيستخدمه مع بعض. الاتحاد، الهلال، الاهلي، النصر، احنا كل واحد راهن على فريق الحلقه. انا قلت لك خد بالك. لا خد بالك الاتحاد، خد بالك الاتحاد من قبل الانتدابات دي عنده فرقه محترمه جدا. يعني خد بالك انه اتحاد فايز ببطولة الدوري السعودي بعد منافسة شرسة جدا مع النصر. الهلال فريق تقيل جدا برضو من قبل انتداباته، رغم كده الاتحاد قدر يحسم اللقب والبطولة. فلما يجيب لعيبة بحجم كانتي، والهلال كمان خسران نهائي آسيا. ولما الاتحاد يجيب بنزيما ونجولو كانتي وهو عنده عبد الرازق وعنده حجازي وجوتا طبعا وفابينيو لا انت بتتكلم في فرقة بقت تقيلة جدا. وانا تحديدا كمان الاتحاد يعني في سبوت اكتر عليه من الهلال والاهلي، وعشان ده يعني منافس محتمل بالظبط كده. بس يعني في حاجه ملفته، احنا نفسك على بطوله كاس العالم، وانا نفسي في كاس العالم ده نروح لبعيد شويه ان شاء الله باذن الله. في حاجه ملفته في كل الانتدابات في الفرق السعوديه. لكن بس اكمل سؤالي، مين اكتر فريق نجح في انه يعمل ميركاتو قوي من وجهه نظركم من الاربع فرق دول؟ يعني بص للهلال، تبص للنصر، يعني من وجهه نظري انا يعني الانتدابات القويه اللي هي محتاجها، اللي جاب انتدابات محتاجها هو اتحاد جد. لكن اللي هيعمله فارق او الانتدابات اللي تعمل فارق جدا النصر السعودي. صفقه ساديو ماني دي ماني. اعتقد انت جايب لاعب من اهم 4 أو 5 لعيبه في العالم لو يعني ساديو ماني. بس السيزون الاخراني ليه مع بايرن ما كانش ساديو ماني اللي طبعا في اجواء وفي موضوع كبير جدا حتى في الشجار بتاعه ما بينه وما بين سانيه، كان باين جدا ان في توتر في اوضه اللبس طبعا.
وتغيير مدرب وفي احداث، فالموضوع شكله ما كانش مرتاح نفسيا وهو حتى طلع قال كده، فالموضوع فيه بعد نفسي بالظبط. هو النهارده حتى توخيل خرج بتصريح وقال ان انتقال ماني للنصر السعودي هو افضل حل بالنسبه لماني وبالنسبه للبايرن، يعني انتقاله كان شيء حتمي لانه خلاص نفسيا ما بقاش قادر يتعامل مع لاعبي البايرن بعد الواقع زي ما احمد قال بعد واقع السنة. انا بشوف ان يعني على مستوى الاسماء النصر راح للاسماء، طبعا بروزوفيتش ده لاعب كان قاب قوسين او ادنى من الانتقال لبرشلونه، حتى هو اللاعب انتظر كتير حتى كان عنده امل ان هو ينتقل لبرشلونه، ولكن النصر قدر يحسم الصفقه من انتر. وساديو ماني طبعا، ولكن انا هفضل عند رهاني على الهلال السعودي. انا شايف ان هو انتدابات الهلال ما جاش في البطوله، ما جاش خالص، رجع النهارده يعني رجع ما جاش النهاردة في البطوله، رجع النهارده يعني رجع يعني برضه شويه احتوائي برضه خيسوس. لا يعني انا كمان المدير الفني خيسوس، لا بس الوداد لعب ماتش كبير النهارده، عمل جيم كبير جدا، مباراه مميزه، يعني تشوف القيمه التسويقيه للوداد والقيمه التسويقيه للهلال. لا ده احنا منصف كمان عامل لنا احصائيه عن الفرق الاكثر انفاقا في العالم، مفاجاه ان الهلال جاي، مش عايزين بقى نحرق الاحصائيات. خلاص بقى قالها لك رقم 2 على طول على مستوى العالم. طب تعالى نشوف، نسيبنا من الميركاتو في السعوديه وتعالى نشوف الدوري الانجليزي، الفرق اللي يمكن او اقوى دوري في العالم، ونشوف حجم الميركاتو وحجم انفاق الانديه هناك في عامله ازاي. وتعالى نبتدي نشوف بدايه مع مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد لا انت بتتكلم عن حجم الانفاق ولا الصفقات؟ لا انا اتكلم الاول على الصفقات، الصفقات على الميركاتو. الانتقالات في ماونت طبعا، ميسن ماونت طبعا من تشيلسي لمانشستر يونايتد ب 64 مليون يورو. وفي طبعا اونانا حارس الانتر يعني حارس مميز جدا، واعتقد صفقه مهمه جدا لمانشستر يونايتد، نهايه مرحله دخيه دي حقيقه، يعني كانت اتاخرت اصلا، كانت لازم تبقى من بدري شويه. الغريب ان دخيه لحد دلوقتي ما فري لاي نادي. ب 52 ب 52 مليون يورو. جوني ايفنز طبعا جاي طبعا من ليستر سيتي ب 2 مليون يورو. دي لا هو جاي فري ترانسفير، دي صفقه انتقال حر، لكن هو راتب القيمه التسويقيه بتاعته 2 مليون. يعني ارخص من اللعيبه عندنا كتير في مصر والله. بالظبط دي حقيقه. احنا عندنا محمد عبد المنعم على ترانسفير ماركت القيمه التسويقيه بتاعته عليت من مليون. لا انت كان على 100 ل 3 ماركت، اقل من الشناوي واقل من ديانج واقل من عبد المنعم واقل من شريف. اعتقد انه الاربعه دول ارقامهم بتتخطى كده صفقات مانشستر يونايتد. دي مانشستر يونايتد ما هياش باستثناء ميسن ماونت، يعني مش شايف انه يعني في اضافه كبيره جدا، يعني صفقه انتوني الحقيقه، اهو انتوني ده اللي كان نفسي يروح السيتي بصراحه. انتوني مناسب معاه، انت بتحب انتوني جدا جدا على فكرة. جدا يعني دايما بلاحظ ان انت بتتكلم عنه. لا انا معجب جدا، يعني النموذج في الحته دي بالنسبه لي انتوني. يا ترى يناسب السيتي؟ انا شايف ان طريقه لعبه تناسب السيتي اكتر ما تناسب اليونايتد. لا انا ما بشوفوش، لان الانضباط التكتيكي اللي بيطلبه جوارديولا ما يناسبش. انا بشوف كده ان هو يعني لاعب زي جيريش لما تيجي تحت ايد الجواهرجي جوارديولا طبعا يظبط الدنيا. لا وخلي بالك جوارديولا عمل كده مع جريليتش ومحرز. هو جريليتش ومحرز بقى حاجه تانية خالص. بالظبط فهو ممكن يعمل كده. ممكن ندخل بعد كده على مش عارف معانا بقى بعد اليونايتد في ليفربول، وفي ليفربول هو عمل انتداب فقط سابوسلاي من لايبزيج وماك ليستر من اهو سابوسلاي طبعا وماك ليستر الاثنين انتدابهم 70 مليون. بيدفعوا ارقام كبيره قوي ليفربول في لعيبه ما بتحسش انها برضو الصفقه اللي معيار تقيل، يعني 70 مليون ده رقم كبير جدا. انتوا اشتريتوا جود بلينغهام بكام؟ لا كان ب 100 تقريبا، 100 والفرق مش كتير قوي حوالي 5 او لكن جوهره بصراحه بلينجهام هيبقى افضل هدف كمان اللي احرزه في مباراه اليونايتد. بلينجهام ده متكلم عليه كنا مع بعض من سنتين او حاجه، يعني قلت لهم استنوا في لعيب طالع يا جماعه في دورتموند، هو كان واعد قوي. لقينا بلينجهام في ريال مدريد اهو. فهم ليفربول جاب سابوسلاي ب 70 وجاب ماك ليستر من برايتون ب 42، اثنين لعيبه يعوضوا اعتقد غياب هندرسون وفابينيو عن وسط ملعب. وبينزل بمعدل السن الاعمار. بالمناسبه كان في مباراه كبيره جدا بتلعب اليوم، مباراه وديه بين بايرن ميونخ وليفربول، انتهت بفوز بايرن ميونخ 4-3. مباراه كانت مثيره جدا بين الفريقين.
فريقين و... في سنغافوره صح؟ بالظبط. وبتقول انا يعني بتقول ان على فكره ان لسه ليفربول محتاج اثنين او ثلاث لعيبه علشان ينقذ الموسم بتاعه. يمكن كلوب بيراهن شويه ان هو مش هيخوض منافسات اوروبيه كبيره، فبيراهن على الدوري الصعب يعني. وقال تصريح النهارده غريب جدا، قال باستثناء مانشستر سيتي كل الفرق مرشحه للفوز بلقب او بمركز مؤهل لل فقط لكن الفريق الوحيد المرشح للفوز هو مان سيتي يعني. بالظبط. فدي صفقات ليفربول والله طبعا. انا مستغرب ان هو يعني على مستوى المنافسه يعني مانشستر سيتي هي طبعا السيتي يا جماعه بمناسبه السيتي بقى كوفازيتش بالنسبه لي كانت صدمه بصراحه. دي غريبه تمشي كمان جوندوجان وتجيب كوفازيتش، هو يعني هنفهمها مع في الموسم دي. دي الصفقه دي هتبان يعني لما الدوري يبدا، هيبان جوارديولا ايه الافكار. وطبعا احنا يعني هو مبدع في الحاجات دي. صفقه كلفت السيتي 29 مليون. وكوفيزيتش لاعب مميز من ايام انتر ميلان وبعد كده كمان مع ريال مدريد وتشيلسي. هو لاعب وسط يمكن مميز اكتر في موضوع الاستحواذ بالكوره، وهو جوارديولا يحب النوعيه دي من اللعيبه يعني. يعني مثلا لو حطيت لي في الحته دي اقول لك ماركو فيراتي عندي طبعا قد ثلاثة كوفازيتش مثلا يعني. فيراتي ما بين الهلال واهلي جده فعلا، اقسم بالله ما بينهم يعني نسبه كبيره. فيراتي واحد من افضل لعيبه خط النص في ملعب في العالم بحقيقه في السنوات الاخيره. طيب نروح من السيتي عندنا توتنهام. توتنهام صفقات توتنهام طبعا جابوا ماديسون لاعب. صفقه كين هتتم ولا لا؟ حد عنده بايرن ميونخ امبارح كان قال ان هم مصرين ومصممين لحد اخر وقت. العقد ال 85 بالظبط، توتنهام ماسك في المية يعني ممكن تخلص ب 90 مثلا، او يعني الساعات الاخيره من الميركاتو بتبقى حاسمه في الصفقات اللي زي دي. صفقه ماديسون يا جماعه انتظروا جيمس ماديسون في توتنهام. الناس بقى الموسم ما الناس اللي بتلعب فانتزي ماديسون كان يعني عامل شغل كبير جدا في الفانتزي الموسم الماضي. فهو لا بس انا بشوف واحد من افضل اللعيبه في الدوري الانجليزي كله. جيمس ماديسون صفقه في الجون جداً. من توتنهام بالظبط. ماديسون طبعا انتقال من ليستر سيتي مقابل 60 مليون. بعد كده عندهم بيدرو ماديسون جيمس ماديسون الصفقه ب 46 مليون. هو قيمته التسويقيه 60 مليون. هو يستاهل بصراحه 60 مليون. وكمان قيمته التسويقيه ارتفعت بعد الموسم اللي عمله مع ليستر الموسم الماضي. بيدرو بورو الرايت باك انتقل اليهم من سبورتنج لشبونه بصفقه تكلفت 40 مليون يورو. بعد كده عندهم كولوفيزيسكي كان معار من يوفنتوس واشترى توتنهام عقده من اليوفنتوس ب 30 مليون. بعد كده عندهم مارنو سولومون ده بيلعب جناح شمال كان في شختار الاوكراني ولسه مش عارفين بقى موضوع اوكرانيا الدوري. فتوتنهام فعل فري ترانسفير عشان كده بقول لك لسه مش عارفين الوضع مع يعني هيلموا اللي صرفوه تقريبا كله من صفقه هاري كين. بالظبط. انت لو حسبت عشان كده هم ممكن يكونوا ماسكين في 100 علشان صافي. اعتقد ان هي هتتم صفقه هاري كين بعد رحيل ماني اعتقد. طيب نروح للدوريات او الانديه، انا اسف، الانديه الاعلى الاكثر انفاقاً او الاكثر انفاقا في الموسم الحالي. ياتي أرسنال. في المركز معاك الورقه تمام الاحصائيه. الارسنال طبعا هو رقم واحد اعلى انفاقا يعني. ده زي ما قلنا لحضراتكم، ده الارسنال ديكلان رايز وكاي هافرتز وتيمبر لاعب بالمناسبه. تيمبر لاعب مميز جدا منتقل من اكس بيلعب في كل مراكز قلب الدفاع يعني، بيلعب سيرد باك وبيلعب رايت باك وليفت باك. لاعب مميز جدا وصفقه هتضيف كتير جدا لكتيبه ارتيتا في الموسم القادم يعني. دي ثلاث صفقات مميزه طبعا، ديكلان رايز وكاي هافرتز. اياكس طول عمره انا بثق في ارتيتا جدا في اختياراته. اياكس طول عمره الحقيقه مدرسه في صناعه في اختيار فن اختيار الموهبه صح. وكيفيه انه يعني يشتغل عليها ويستفيد يستفاد بيها فنيا وبعد كده يبيعها ويستفاد بيها في وقت من الاوقات. اياكس باع 10 في الموسم اللي باع فيه 3 لمانشستر يونايتد وصل قبل نهائي بالظبط، ولما وصل 10 لعيبه رحلوا من اياكس ومع ذلك اياكس لم يتاثر لانه هو زي ما انت قلت مدرسه صحيح. مهمه جدا في تخريج اللاعبين المميزين بالظبط. طيب نروح لاكثر انفاقا يا احمد. ماشي. طبعا اكثر انفاقا هو الارسنال الانجليزي ب 231 مليون يورو. يعني المفاجاه طبعا زي ما احنا اتكلمنا في الهلال السعودي. الهلال السعودي 163 مليون يورو. طبعا باريس سان جيرمان 159 مليون يورو. عايزين نزود الفلوس بقى بتاعت باريس. ما هم هيزيدوا بعد ديمبلي عايزين نرفع لهم الرقم ده شويه، بس هم
هم اللي مش عايزين لان ديمبلي خلاص بيخلص. لا ده كمان احنا عايزين نعوضهم، عايزين يعني ناخد امبابي ونعللهم الرقم ده، بس هم مش بيقول لك القصه داخله في صراع سياسي النهارده. انشيلوتي قال ده اصبحت قضيه سياسيه. وعلى فكره بالمناسبه بقت حاجه بقى موضوع سخيف جدا يعني خرج عن كل الاطر الفنيه من وقت، على فكره بالمناسبه تدخل يعني انا من وقت تدخل الرئيس الفرنسي في تجديده وقت كاس العالم. بس انا هقول لك حاجه، يعني هو كيليان مبابي طبعا لاعب مميز جدا طبعاً. جدا، بس انا شايف انه ما يستحقش كل الضرب. لا ما اقصدش كريستيانو، لا ما اقصدش انه يبقى كريستيانو وميسي، بس انا ما عملتش عليهم كده يعني معاكوا. لا يستحق يعني ميسي في بداياته كريستيانو ما حصلش في كده. ايوه كانوا ما كانش عليهم يعني راح الريال بسهوله جدا من مانشستر، يعني زين الدين زيدان، رونالدينيو، اريك كانتونا، الظاهره لك بيلي ومارادونا، يعني فاهم دي لعيبه كوره يحصل عليها الكلام ده. بس احنا خلينا كيليان مبابي ما هوش، احنا خلينا متفقين ان احنا انت بتتكلم في كام لاعب اصلا مميز على مستوى العالم يقدر يصنع الفارق. احنا بنتكلم في مبابي، هالاند، صلاح، حاليا طلع رونالدو وميسي خلاص خرجوا من المعادله تمام. الاوروبيه تمام. فانت عشان اصبح عندك ندره في المواهب او ندره بمعنى اصح في اللاعب اللي هو يصنع الفارق، كيليان امبابي اثنين كاس عالم ورا بعض بياخد فرنسا ويطلع بيها للنهائي، بيفوز بلقب وبيخسر اللقب الثاني بركلات الجزاء بسبب وجود كيليان امبابي فقط. يعني مع احترامي لكل الكتيبه اللي كانت موجوده في منتخب فرنسا، ولكن كيليان امبابي كان العنصر الاهم في وصول في تتويج فرنسا بمونديال 2018 ووصول فرنسا. احنا شفنا قلب المباراه في دقيقه فاينل. طيب 20 نكمل بقيه القايمه تمام. في تشيلسي الهلال طبعا بالنسبه لي يخش نمره 2 على مستوى العالم في منافسه مع الكبار تشيلسي. بص الاسامي، تشيلسي وباريس سان جيرمان هو موجود الثاني، وريال مدريد، باريس سان جيرمان وتوتنهام وريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول، كل دول ورا الهلال. ورا الهلال طبعا، ورا الهلال. توتنهام طبعا في المركز الخامس 136 مليون يورو، ريال مدريد في المركز السادس 128 مليون يورو، لايبزيج طبعا 126 مليون يورو. خد بالك بقى من يعني نقف شويه مع لايبزيج ومع تشيلسي، لانه في النهايه انت ممكن تكون داخل قائمه الانديه الاكثر انفاقا، لكن وانت بتبقى صافي صارف انت محقق ارباح. وهنا اللي عامل ده في المعادله اعتقد تشيلسي ولايبزيج هم الناديين الوحيدين ان هم داخلين في الاكثر انفاقا، لكن المحصله عندهم كويسة في النهايه البالانس جاي بالبوزيتيف، يعني 150 مليون فعلا و253 نادي تشيلسي. انت لما تيجي تشوف اللعيبه اللي رحلت عن تشيلسي كتير الموسم ده عشان يتفادوا الوقوع في تحت طائله اللعب المالي النظيف، تخلص من لاعبين كبار، ادوار مندي حارس المرمى، تخلص من كلوبالي، تخلص من كاي هافرتز، تخلص من ماونت، تخلص من لاعبين كتير جدا رحلوا عن تشيلسي عشان يقدر يعمل البالانس اللي احنا شايفينه في النهايه ويتفادى الخسائر اللي كانت هتعرضه لعقوبات اللعب المالي النظيف. يعني فانا على قد ما هم اخطاوا في سياسه تعاقدات الموسم الماضي، ولكن عالجوا الموضوع وعاملين مباريات وديه مميزه مع بوتشيتشينو في فتره طيب الاعداد. عايز اخدكم للاعيبه المصريه المحترفه في الخارج وتقييمكم او رؤيتكم للموسم بتاعهم اللي بيخلص ونظره على موسم جاي بيبدا. تعالوا نشوف اكتر اللاعبين المصريين مشاركه مع محترفين في الخارج، مشاركه مع انديتهم في الموسم الاخير، ونرجع نسمع تعليق بلال واحد. طبعا قصه نسبه المشاركه مهمه جدا، حجم التاثير وحجم او مستوى الفعاليه دي قصه ثانيه، لكن خلينا نقول ان كل اللعيبه اللي ظهروا مع حضراتكم دلوقتي نجحوا في اثبات وجودهم وتثبيت اقدامهم في الدوريات وفي الانديه اللي بيلعبوا ليها. صلاح طبعا قصه نجاح مش محتاجين نتكلم عنها، لكن خلينا نتكلم عن بقيه اللاعبين الموسم اللي فات ده. احمد شايف مين اكتر لاعب؟ اخلي صلاح لانه صلاح شويه خارج المنافسه لسه، بيقول عليه واحد من اهم مفاتيح اللعب في العالم او اللعيبه اللي عندها القدره انها تصنع الفارق، لكن موسم ناجح بالنسبه لمين من وجهه نظرك؟ اكتر لاعب مصري نجح وتالق، او المنافسه بين مين ومين من وجهه نظرك؟ من مع عمر مرموش طبعا تالق جدا، وده خلاه حتى انتقل لانتر فرانكفورت طبعا. بالظبط كده. ومحمود تريزيجيه، شايف ان تريزيجيه طبعا قدم موسم مميز جدا، وكان ليه دور فعال جدا في بعض المباريات مع نادي طرابزون التركي، فشايف ان المنافسه بينهم كانت يعني ما بين، حتى خلي بالك المنافسه دي موجوده ما بينهم حتى في منتخب مصر. أيه. يعني احيانا كانت الحيره بالنسبه لمستر تريزيجيه ولا مرموش ولا تريزيجيه، سؤال دايما. فغياب مرموش احنا شفنا تريزيجيه كمان تالق مع المنتخب المصري، يعني حتى لما لعب في مباراه غينيا فكان حتى متالق. فهو اعتقد ان المنافسه كلها ما بين تريزيجيه ومرموش، وهم اكتر اثنين انا شايف ان هم قدموا موسم كبير جدا الموسم اللي فات. بلال
يعني انا طبعا اكيد مرموش نقله في مشواره ان هو ينتقل من فولفسبورج لانتراخت فرانكفورت، خاصه احنا قلنا ان انتراخت كان عامل موسم مميز واقصى برشلونه، ومش لازم افكرك كل حلقه. على المستوى لسه برشلونه بتستوي يعني. انا يعني بص، ويكفي ان احنا بنعلم على الريال، يعني الريال لسه اوروبيا ما جاناش، بس يعني انتوا رحتوا ده انتوا رحتوا البحة الماتش اللي فات. ست عرض كتير قوي بصراحه يعني. فلا عمر مرموش انا بشوف ان مصطفى محمد بقى على المستوى اللاعبين اللي هم اثبتوا واقنعوا. اصعب حاجه انك تلعب تحت ضغط ان انت تقنع مسؤول النادي اللي انت معار ليه او انت خارج ليه اعاره بنيه البيع ان هم يفعلوا العقد ويدفعوا الرقم المتبقي من قيمه عقدك. فمصطفى محمد نجح ان هو يقنع مسؤولي نانسون ان هم يفعلوا العقد ويكمل معاهم، ودلوقتي شايفين اهتمام اهو يمكن معانا في الصوره مصطفى محمد. لقطات طبعا من فتره الاعداد. بالظبط. مصطفى كمان نجح ان هو يبقي فريقه في كان في كلام على اهتمام شيفيلد يونايتد بمصطفى محمد ولانسك لسه مش اكيد، ولكن ممكن مع خلي بالك انت عندك في يومين ثلاثه كده اللي هم الفينش بتاع الميركاتو اخر يومين دول بينشط جدا الانديه بقى بتبدا تعمل يعني تقفل الدايره على كام لاعب كده وتقدر تدخل السوق. بس هو مصطفى الحقيقه قطع الدوري الانجليزي يعني عمرو زكي عمرو زكي مصطفى بالظبط كده لو راح دوري انجليزي مميز جدا هيبان كمان وهيجيب جون كتير واثبت كمان في المباريات اليوروبا ليج ان هو قادر ان هو يلعب في كمان في منافسات اعلى من الدوري الفرنسي احد الدوريات الكبرى يعني برضو مش عايزين نقلل من الدوري الفرنسي لا دوري من الدوريات الكبرى في اوروبا. ومصطفى مميز الحقيقه مع تريزيجيه ومع مرموش زي ما احمد قال وطبعا صلاح خارج التقييم يعني. شايف ازاي الموسم اللي جاي بالنسبه ليهم وتوقعاتكم ل يعني تاثيرهم مشاركاتهم مين اللي عنده القدره انه يكون اكثر تطورا في الموسم اللي جاي او فرصه انه يكون اكثر تطورا في الموسم اللي جاي؟ احمد اتوقع مرموش هيقدم موسم كبير جدا الموسم القادم، واعتقد كمان ان هو كمان هيبقى في اوروبا فمرموش اعتقد هيظهر بصوره ملفته جدا وهيبقى محط انظار الانديه الكبيره. انا شايف ان مرموش ليه مستقبل كبير جدا ان هو هيروح لنادي كبير جدا في خلال سنتين. انا براهن على مرموش صراحه. طيب من الميركاتو الاجنبي نيجي للميركاتو، احنا اتكلمنا على امام احنا بس ما اتكلمناش على رضا. خلي بالك احنا ما اتكلمناش على امام اصلا. الناس بقت بس ما بين امام ورضا كان الاسبوع الناس بقت تتفائل بينا. احنا كل حلقه بنخلص الحلقه يطلع يبقى التيك تاك بيتحضر وبعد الحلقه شغاله الاعلان الرسمي. فيعني طيب نبتدي احنا ما اتكلمناش عن امام فعلا. ما اتكلمناش عن امام يمكن هي ده كان الاعلان بعد كان في نفس اليوم. خرجنا من باب الاستوديو والسرينا اشتغلت على طول. لا يمكن النادي الاهلي على مستوى التدعيمات طبعا نجح في ضم اثنين لاعبين بوتيشنال، اثنين لاعبين مستقبل كبير جدا، واحد منهم طبعا امام عاشور احد افضل واهم نجوم الكره المصريه في الموسم الماضي باعتراف كل الانديه اللي كانت بتتصارع حتى والاطراف اللي كانت بتتصارع على ضم امام عاشور، ولكن النادي الاهلي حسم الموقف تماما وضم واحد من اهم اللاعبين امام عاشور لصفوفه بعقد طويل المدى كمان يقدر من خلاله النادي الاهلي يامن وسط ملعبه. نتمنى ان شاء الله لامام انطلاقه كبيره تليق بامكانياته وتليق بمستوى والبطولات اللي بينافس عليها النادي الاهلي. اللاعب الثاني طبعا رضا سليم، واحنا شفنا ان كان في بعض الانديه بتحاول تعمل معاه زوم ميتنج فالنادي الاهلي جابه يعمل زوم ميتنج في الملعب على طول، احنا ما بنضيعش وقت طبعا. انت عارف تقريبا يعني تقريبا دي معلومه انه كل الاسماء اللي طرحت، خد بالك كل مركز الاهلي كان محتاج يدعمه كان حاطط فيه اسم رقم واحد بلان اسم رقم اثنين واسم رقم ثلاثه. كل الاسماء اللي طرحت على مائده التفاوض فيما يتعلق بالموسم الجديد للنادي الاهلي فوضتها كل استهدفتها نفس الانديه اللي بتنافس، يعني ما فيش حاله اجتهاد يعني خالص. يعني الاهلي بيفاوض مين خش في المفاوضات، اما انك تضايقه اما انك انت تعلي الصفقه عليه او اما انك في النهايه تنجح في خطف الصفقه فعليا بصرف النظر عن انك كنت محتاجها او مش محتاجها. ما بيعملوش مجهود او مش هتضيف لك يعني فاهم. على عكس بقى على عكس موقف النادي الاهلي تماما. يعني شوف انت قلت ايه، النادي الاهلي لما بدا كمان في صفقاته ووجد ان في مزاد على الصفقات وبدون ذكر اسماء وبدون ذكر انديه النادي الاهلي على طول تماما اخطر الانديه دي بان هو توقف تماما عن الدخول في او استكمال المفاوضات لان الموضوع اصبح خارج قواعد او رولز النادي الاهلي، وبالتالي انت اشتغلت على احتياجاتك. رضا سليم يمكن مش عارف احنا هنتكلم عن احصائياته رضا او لا، يعني امام احنا عارفينه وشايفينه، لكن رضا كبروفايل لاعب يمكن
مواليد 2000 ممكن شفت تكون شفت له فيديوهات، لكن بروفايل لاعب امكانيات مهارات ايه اللي بيميزه عن اللي ممكن يكونوا موجودين في نفس حتته في الاهلي؟ ميزه الاجنحه بتاعه الاهلي ان كل واحد ليه ستايل لعب، يعني طاهر مختلف تماما عن عبد القادر، اثنين مختلفين تماما عن تاو، والثلاثه مختلفين تماما عن حسين الشحات. ايه الاختلاف اللي ممكن او ايه الاضافه اللي ممكن يضيفها لاعب زي رضا سليم؟ تعال نشوف ارقامه مع الجيش الملكي كريستيانو رونالدو الجيش الملكي، بما ان هو كان بيرتدي المدرب بتاع الملك كان بيمثل 50% من قوتنا يعني. دي الخريطه الحراريه، وده معناه انه رايت وينجر بشكل واضح وصريح، افضل مركز بيلعب فيه هو طبعا رايت وينجر. دي الخريطه الحراريه في مشاركات الجيش الملكي، دي المراكز اللي هو لعب فيها مع الجيش الملكي، لعب ناحيه وينج رايت ولعب وينج ليفت ولعب كمان رقم 10 ولعب 8 في ناحيه اليمين وناحيه 8 ناحيه الشمال، واعتقد كمان لعب كمان فيرو راس حرب، فدي حاجه ملفته يعني برضه. لكن اكتر عدد مباريات شارك فيه وظهور ليه كان رايت وينجر 75 مباراة مساهمات عالية جدا. لا احنا عايزين نقعد بس على الصح، عند 75 مباراة، بص ارقامه في ال 75 مباراة ساهم في 50 هدف، ده رقم كبير جدا يعني. انت لما تشارك في 75 مباراة يبقى نسبة مساهمتك ان انت تحرز 24 هدف وتصنع او 9 يعني 49 هدف، تسجل 24 وتصنع 25 للاعب لسه عنده 23 سنة ومواليد 2000 ولاعب بي بي بيمثل او بيلعب في او هيجي معانا الاحصائيات ان هو لعب مع منتخب المحليين ولعب مع الجيش الملكي وفاز مع الجيش الملكي باكتر من بطوله، اهي يمكن الـ دي بقى توزيعه البطولات اللي هو شارك فيها مع الجيش الملكي، ساهم في لعب 95 مباراه في بطوله الدوري، احرز من خلالهم 27 هدف وصناعه 21 هدف، وكان عنده 18 بطاقه صفراء. بعد كده الكونفدريشن كاب الكونفدراليه شارك في 12 مباراه او لعب 12 مباراه، احرز هدفين وصنع 4 اهداف، وكان عنده بطاقه صفراء وحيده واثنين ريد كارد، ودي برضو يعني من الحاجات اللي ممكن نقف عندها شويه. اثنين طرد مباشر، طرد مباشر بالظبط، في اللي في النص دي يعني طرد نتيجه انه خد انذارين في نفس المباراه، اثنين في الكونفدريشن كاب طرد مباشر بالظبط. بعد كده عندنا دي بطوله الكاس العرش المغربي، كاس العرش المغربي، لعب 7 مباريات، احرز 3 اهداف وصنع هدف وحسن سلوكه شويه اهو في كاس المغرب وحصل على بطاقتين صفر. اخر حاجه البطوله العربيه شارك في مباراه وحيده وبعدها ودع الجيش الملكي البطوله. مميزات رضا احمد كلاعب، بروفايله دريبلر 1 تو 1. طيب ناخد البطولات يا احمد عشان معاك البطولات طبعا، هو البطولات اللي حققها مع الجيش الملكي، هو كسب بطوله مع الجيش الملكي، كسب بطوله افريقيا تقريبا، ده مع المنتخب المحلي، مع المنتخب المحلي بطوله افريقيا مع المحليين 2021، وكسب الكاس المغربي برضو مره واحده، وكسب تقريبا برضو مراكو الدوري المغربي مره واحده. المره واحده دي هو كان سبب فيها في اخر مباراه، احرز ضربه جزاء هي كانت الفيصل في اخر دقيقتين، لو كان ضربه الجزاء دي ضاعت كان الوداد خد البطوله، كان الوداد خد البطوله. وهو يعني حتى لو اتفرجت على ضربه الجزاء دي من ضمن مميزاته اللي انا هتكلم معاك دلوقتي، عنده هدوء اعصاب مميز جدا، ودي بتبين شخصيه اللاعب، وشخصيه اللاعب مهمه جدا ان هي تشوف انت تناسب النادي الاهلي ولا ما تناسبوش، فشخصيه رضا سليم مناسبه جدا للنادي الاهلي، وده من اسباب تمسك النادي الاهلي برضا سليم. تتوقع انه ياخد وقت في التأقلم والانسجام مع سكواد، ولا دخوله في الفريق مع بداية مرحلة اعداد يساعد او يسرع في الحتة دي؟ طبعا دخوله في فترة اعداد، الفترة دي هتبقى مهمة جدا ان هو يلحق، حتى الناس كلها بتتساءل رضا سليم هيلعب مكان مين؟ يعني ده سؤال مهم جدا. لا هو خد بالك الموسم اللي جاي مفيش حد مش هيلعب، بالظبط الموسم اللي جاي السكواد كله هيلعب، انت عندك موسم ضرب نار، عندك كاس عالم وتشامبيونز ليج ودوري افريقي ودوري محلي وكاس قديم وكاس جديد وكاس جديد، حتى في بطوله استحدثت سوبر اللي هي ابطال نخبه الابطال اللي هي اللي في الامارات النخبه، لا ورابطه الانديه استحدثت كمان بطوله سوبر النيل بين بطل الدوري وبطل الرابطه والكاس، اربع بطوله جديده خالص مش عارف اسمها، سوبر النيل دي بين بطل الدوري وبطل كاس الرابطه. اوكي،
فانت عندك كام ماتشات طبعا السنه الجايه محتاج فرقتين بجد حقيقيين على رجلهم عشان او ثلاث فرق عشان تكون جاهز البطوله. طيب خليني ارجع برضو عايزكم تكلموني شويه على ايه اللي هيضيفه رضا سليم لخط هجوم النادي الاهلي، وايه اللي بيميز او ايه اللي مختلف في رضا سليم عن بقيه الاجنحه ومهاجمي النادي الاهلي. بس اسمحوا لي نروح لفاصل وارجع اسمع اجاباتكم. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم على الاضافه اللي ممكن يديها رضا سليم بامكانياته لخط هجوم النادي الاهلي، ايه اللي بيميز رضا من وجهه نظرك؟ شايف ان هو طبعا دريبلر مميز جدا وبيلعب برجلين الاثنين، ويديك اضافه في ان هو جوكر. انت دلوقتي رضا سليم ده يديك في اي مباراه حلول، ممكن يلعب ناحيه وينج رايت ويلعب كمان وينج ليفت. فكره اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز بيخدم قوي على طريقه مارسيل كولر اللي بيعتمد على انه مفيش مركزيه، كله بيتحرك، كله الوينج بيخش في قلب الملعب. اوقات كتير جدا بنشوف بيرسي تاو، بنشوف حسين الشحات على خط النص النادي الاهلي، ولاعيبه خط النص هي اللي في البوكس. اوقات كتير جدا بيقطعوا في عمق الملعب، واوقات كتير جدا بنشوفهم روس حربه بيرسي تاو والشحات لما كانوا بيلعبوا بشكل اساسي يعني. صح طبعا. وفي ميزه طبعا مهمه جدا 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 في رضا سليم، الكرات الثابته، ودي ميزه مهمه جدا وحل جديد للنادي الاهلي يعني. احنا شايف ان الحل بتاع الكرات الثابته ده هو عنده الميزه دي وبيحطها برده يعني من ضمن بطريقه مميزه وصعبه على الحراس. هم الاثنين الحقيقه امام ورضا عندهم امام قصه ثانيه يعني. حته التسديد من امام عنده ميزه يعني اعتقد ان يعني مش موجوده عند اي حد في الدوري المصري خالص، ومش موجوده في مصر يعني ميزه التصويب من بعيد دي، ومظبوطه جدا. فدي ميزه مهمه جدا. رضا سليم انا شايف ان هو اضافه، لان كمان انا بشوف ان هو بمناسبه انت قلت ان كولر فعلا بيعتمد على مركزيه، فشايف ان رضا سليم هو يقدر يستخدمه في اكثر من مركز، وهيبقى بالنسبه له ممكن في كذا مباراه يقدر يستخدم رضا سليم ده كجوكر في رقم 10، وممكن يغير طريقه اللعب على فكره. انا بشوف انه ممكن يدي لكولر ان هو مساحه ان هو يقدر يغير طريقه اللعب بسبب رضا سليم، يقدر يلعب بيرسي تاو ورضا سليم وحسين الشحات وكهربا، وكمان يلعب معاهم باثنين في نص الملعب. فكل ده اعتقد رضا سليم اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز بيدي حل مميز جدا. قال كل حاجه عن رضا سليم، ما سابلكش اي حاجه تقولها. لا اضيف بس على كلام احمد عن رضا عبد العال بقى. لا 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 هي حاجه احمد طبعا اتكلم عن كل مميزات رضا سليم. في حاجه مميز فيها جدا العرضيات، عرضياته زي دواء عرضياته دواء يعني رضا سليم نموذجية. لا دي اضافه، دي اضافه مهمه جدا، لان هو عنده العرضيات من وضع الحركه والعرضيات من الكرات الثابته الاثنين احسن من بعض. لا هو صانع اهداف يعمل عرضيه يعني حاجات افتقدناها من زمان جدا. انا اعتقد ان هو هيرجعنا بقى تاني للكلام ده تاني ان شاء الله. طيب يعني تكمل بقى بالدويتو بتاع راس الحرب بالزبط. يعني العرضيات اللي هيقابلها راس حرب. طيب يا مسال احنا موجودين، احنا موجودين النهارده بعد ما تطلع في سرينا النهارده هيحصل ايه بعد الحلقه سرينا. طيب اخدكم بقى لاخر جزء من الحوار، جزء مرتبط بماتش المصري بكره، اخر مباريات الموسم، مواجهه كلاسيكيه، ديربي من ديربيات الكره المصريه، المصري تحت قياده علي ماهر في مباراه كاس. شايفين مباراة الأهلي والمصري إزاي بكرة، وإيه فرص الفرقتين؟ هبدأ مع مصطفى. أنا شايف مباراة المصري دي مباراة صعبة جدا 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 لأسباب كتيرة. أول سبب طبعا جهاز فني جديد بقيادة كابتن علي ماهر، وده مخلي المباراة هيبقى ليها يعني أنت خلاص بتلعب قدام منافس، أو طبعا نادي المصري طبعا نادي معروف، لكن وجود الجهاز الفني الجديد خد بالك عنده غيابات كتير قوي، عنده غيابات كتير لأن في لعيبة خلاص مشيت وعودها خلصت زي جريندو وزي حتى زياد كمان لاعب انبي، ففي لعيبه كتيره جدا كانت دغموم كمان مصاب لعيبه كل سلامه يعني. دغموم من اللعيبه الحقيقه جدا انا بحبه جدا حل. لكن أنا عندهم جداً. انا شايف ان بص لعيب الكوره اللي بحس ان الكوره تحت رجله فيها كوره لازم طبعا لازم كل لازم الناس تتفق عليه. لكن عندهم لاعب مهم جدا، هو يعني بشوف ان دايما اهم لاعب عندهم هو الياس الجلاصي، هو اهم لاعب في النادي المصري، ان هو رمانه الميزان والفكر او العقل المدبر لفرقه المصري. لعيب كوره طبعا، واعتقد ان كابتن علي ماهر كان هو سبب في وجوده في نادي المصري. فيعني دارت الاوقات ان هو كمان موجود كابتن علي ماهر المدير الفني لنادي المصري، جهاز فني جديد بحوافز جديده، وكابتن علي ماهر اصلا يعني قدام النادي الاهلي بيحاول يخلق اللعيبه دوافع كبيره جدا وتبقى المباراه ليها طعم مختلف، خاصه اللي صعوبه المباراه. انت عارف ان كتير من جماهير الاهلي الناس طبعا بتتكلم يعني بتزعل من كابتن علي ماهر، بقول لهم يا جماعه ده شغله، عايز يكسب، هو عايز يكسب، هو عايز يكسب، لازم يكسب، هو حبه وانتمائه الاهلي شيء، وانه يقوم ودي حاجه تشرف انه الاهلاويه. بس الجمهور بياخد عليه ان هو عايز يكسب الاهلي بس يعني لا هو بيبقى كسبان يعني اكسب اكسب برضه اكسب، حاول تكسب الفرقه. ولكن هو مدير فني كبير طبعا، وعامل موسمين مميزين مع فيوتشر رابع وخامس في اول تجربه ليه طبعا بعد صعوده من الدرجه الثانيه
ياخد في موسم اول مركز رابع او موسم ثاني. في تدعيمات برضو ولكن ولكن الكوره محترمه. انت عندك البنك الاهلي عمل تدعيمات على فكره فيوتشر وبيراميدز دول لو كانت يعني كان التفكير فيهم الاستثمار في انديه جماهيريه ممكن جداً النتائج كانت مختلفه تماما. كانوا خدوا بطولات طبعا يعني كانت ممكن سكواد بتاعه مميز. ضلع الجمهور ده ضلع لا يمكن الاستغناء عنه. الامكانيات الماديه كواليتي اللاعبين افضل اجهزه فنيه مش ممكن ابدا تعوض غياب باريس سان جيرمان اكبر دليل بالظبط. ورغم انه باريس سان جيرمان عنده جمهور طبعا لكن مش يعني كل حاجه الميزانيه الاداره هنا والرؤيه والسيستم وسر الصنعه زي ما طبعاً بيقولوا شخصيه البطل والتاريخ. الاهلي بكره عنده ضعف خط الدفاع يا بلال. طبعا عندنا بكره غيابات مهمه طبعا ابرزها محمد عبد المنعم اللي بيغيب للايقاف، ياسر ابراهيم بيغيب للاصابه، ومحمود متولي بيغيب للاصابه. عندك رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح فقط في مركز قلب الدفاع. طبعا معاهم معاذ محمد لاعب ال 2005 اللي شارك في مباراه المصري بالمناسبه وكان لعب كره بدماغه في العارضه، لاعب مميز جدا معاذ المدافع. ولكن هيبقى معاذ ولا معتز؟ سوري معلش معتز محمد لاعب 2000 لاعب 2000 انا جه في بالي معاذ الحناوي عشان هو كان طالع زيه. معتز محمد لاعب 2005 لاعب مميز لعب مباراه المصري الاخيره في لفت الانظار وكمان كان هيسجل هدف. يمكن الناس شبهته شويه بمحمد عبد المنعم لانه بيكمل في الكرات الثابته ومميز في ضربات الراس. يمكن ده كان اخر تشكيل للنادي الاهلي امام اهو لسه كنا بنتكلم دي مباراه الاهلي والمصري الاخيره في الدوري. بكره هيخش مكان معتز طبعا خالد عبد الفتاح ويدخل مكان خالد عبد الفتاح محمد هاني. علي معلول مكان كريم الدبيس. وسط ملعب النادي الاهلي اعتقد بكره هيكون ديانج ومروان عطيه وقفشه اللي بقى له كذا مباراه بيأدي بمستوى كبير. على الاطراف طبعا علي لطفي طبعا مش موجود في قائمه الاهلي بكره، دي كانت اخر مباراه. وخلينا نقول بالمناسبه علي لطفي واحد من اللعيبه اللي كسبت احترام وحب وثقه جماهير النادي الاهلي واديت له كل الحق في انه يدور على فرصته في المشاركه حتى لو بعيدا عن مرمى النادي الاهلي، لكنه يظل واحد من النجوم الحقيقه اللي كانت شديده الاخلاص واللي كانت دايما محل تقدير واحترام من جماهير النادي الاهلي. اتمنى انا شخصيا بتمنى لك التوفيق يا علي، انت تستاهل كل خير ومفيش شك الحقيقه انك انت واحد من افضل الخامات اللي موجوده، واحد من افضل الحراس المرمى اللي عندهم امكانيات كبيره جدا، وربنا يوفقك ان شاء الله في مشوارك اللي انت اخترته. لا علي يمكن انا اتكلمت مع علي يوم التكريم اللي النادي الاهلي عمله له بالليل وهو قال لي على قد ما انا حزين جدا وما تخيلتش ان انا يجي في يوم من الايام ان انا ارحل عن النادي الاهلي، ولكن الحاله اللي يعني اللي هدته شويه او عملت عنده يعني بالانس شويه في حاله الحزن رد فعل الناس جدا رد فعل الناس ان هي الناس متمسكه بيه. هو يعني تفاجأ ان كميه الجمهور ده كله والناس صحيح. واللعيبه وان كل دول كانوا متمسكين بيه، ولكن علي خرج زي ما انت قلت علشان يحصل على فرصه طبعا في سنوات لعبه الاخيره قبل ما يودع الملاعب. هو لسه عنده 33 سنه ولكن يلعب على الاقل موسمين ثلاثه يقدر ان هو يبقى طبعًا عنده طبعًا تاريخ في لا النهارده كمان احنا بنشوف لعيبه بوفون النهارده اعلن اعتزاله 45 سنه بالظبط. ما بالك بحراس المرمى اللي اعتقد انه تطور طرق الاستشفاء والعلاج وطرق التدريب وحراس المرمى كمان بيعمروا في الملاعب. طيب خلينا نرجع لماتش الاهلي المصري، مباراه بره حسابات الثلاث نقاط لابد من فائز، ده ممكن يكون ليه تاثير على فكر مارسيل كولر في مواجهه علي ماهر وعلي ماهر في مواجهه كولر. لا هو كولر كده كده يعني المباريات كلها بينزلها مباريات كؤوس، يعني اعتقد هو بينزل المباريات كلها بتركيز واحد هو المكسب، هو بيفصل كل مباراه من بدايه. خد بالك انك انت في ماتشات الكاس سواء مع منتخب السويس او مع الداخليه الى حد ما مش مقنع قوي، ما كنتش مقنع خاصه مباراه الداخليه بالزبط. وانا خوفي على مباراه المصري عشان كده قلت لك مباراه صعبه جدا غير ان في جهاز فني جديد بقياده كابتن علي ماهر. الخوف الاكبر ان في بعض اللي زي ما بيقولوا الراحه اللي اخذها لعيبه النادي الاهلي بعد فوز بالكاس برضو يعني الموضوع ما كانش فيه الجديه فوز بالدوري بالظبط. بس انا اعتبر فوز بالكاس دي بشرة خير ان شاء الله فوز بالكاس. يعني مباراه المصري دي انا شايفها عنق زجاجه، لو احنا كسبناها يعني هتوصلنا بنسبه كبيره للنهائي. احنا بعدها لو كسبنا هنلاعب نادي انبي في قبل النهائي، بس هيبقى في الموسم الجديد ويبقى خلاص ساعتها امام عاشور معانا ورضا سليم معانا والمهاجم ان شاء الله يكون معانا ربنا معانا ان شاء الله. المباراه ان شاء الله يعني انا ان شاء الله اتوقع ان المباراه تبقى صعبه، لكن ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب. خبره لعيبه النادي الاهلي مع طبعا ذكاء كولر وواقعيته في المباريات دي ان هو بيلعب بجديه جدا، واعتقد هو بيخلق دوافع مهمه جدا، ومفيش اكتر من دافع ان هي بطوله منفصله تماما عن اي بطوله طبعا. في المباريات العاديه كان بيخلق دوافع. علي ماهر بيراهن على ايه بكره؟ ماتش بكره هيراهن على ايه وفي ظل الغيابات طبعا اللي موجوده عنده برده؟ الاهلي عنده غيابات كثيره جدا وكلهم مؤثرين، وايضا المصري
عنده غيابات. طيب هو نفسية. علي ماهر نفسيا بيراهن على الدوافع ان هو مدير فني تجربه جديده مع لعيبه لسه عايزه او لسه عندها فرصه ان هي تختم الموسم. يمكن كان المصري بيتطلع ان هو يقفل الموسم ببطوله كاس الرابطه ويخسرها، فاللعيبه لسه عندها فرصه بالنسبه له وبالنسبه لحساباته ان هي تختم الموسم بحدث كبير زي اخراج النادي الاهلي. هو ده اللي هيشتغل عليه نفسيا. فنيا علي ماهر من نوعيه المدربين اللي بيلعبوا لعب مفتوح، بيعتمد على ان هو يلعب على المساحات اللي خلف الظاهرين في الفريق المنافس، يعني المساحات اللي في ظهر الباكين، يقدر يغير في فتره قليله جدا. اصل هو اشتغل مع معظم معظم اللعيبه دي قبل كده، يعني زي ما احمد لسه كان بيقول من شويه اشتغل مع الياس الجلاسي واشتغل مع معظم اللعيبه اللي موجوده، عمرو موسى وكريم العراقي وحسين السيد وعمرو سعداوي. هو عنده لعيبه على رغم اللعيبه اللي رحلت، ولكن في مروان عطيه كان في وقت من الاوقات مهاجم منتخب مصر. فعلي ماهر زي ما بقول مروان حمدي سوري معلش احنا النهارده الميكسات بتاعت الاسماء عنده مروان حمدي كان محطه، وهو بيعرف يستغل قوي قوي علي ماهر موضوع ان هو التحضير واللعب على الكره الثانيه، بالاضافه لفتح الملعب واللعب خلف زي ما قلنا خلف الظاهرين. فهي دي اللي شفنا حتى يعني الوقت ما سعفناش ان احنا نعرض اخر مباراه لعلي ماهر مع فيوتشر امام النادي الاهلي، لعب نفس الطريقه ان هو بياخد الكره الثانيه وبيعتمد على وسط الملعب على لعيبه وسط الملعب في التمرير خلف الاظهره او يلعب على المهاجم المحطه كان احمد عاطف في فيوتشر. بكره هيبقى عنده مروان حمدي فيه، والحمد لله قلت حمدي اهو ركزت فيه. أيوة. مروان حمدي واحنا عندنا الميكسات في الاسامي كلها قريبه من بعض. بس يعني اتفائل مروان عطيه بكره هيسجل على فكره احنا عايزين نحيي مروان عطيه في ماتش في مباراه الداخليه صوب اكتر من كوره وسلاح التصويب مهم جدا خاصه كمان لما يدخل في الاهلي لو اشتغلوا على الحته دي يعملوا ثلاثة احنا هيبقى عندنا منصه صواريخ الموسم القادم. لا انا بتكلم على السكواد اللي موجود حاليا في الموسم ده ديانج ومروان عطيه وهيدخل لهم امام الموسم القادم يبقى عندك منصه صواريخ في وسط الملعب. وقفشه الدنيا وقفشه على فكره بس انا زعلان من قفشه ان هو نكد على الجمهور المنافس بالاحتفال القاضيه بعد تسجيله هدف الداخليه طبعا، وراح هو في لقطه طريفه كده راح للمصورين عمل ثلاث احتفالات احتفال واحد وراح للمصورين وقال لهم دي حاجات ما بيعملهاش غير رونالدينيو. هو كان هدف طبعا جميل جدا احرزه في مباراه الداخليه. في ذكاء كبير جدا استغل تقدم الحارس وان المدافعين حاجبين عنه الرؤيه وحطها السهل الممتد. صور رونالدينيو جاب هدف زي فعلا. نتمنى ان شاء الله تفنيشه موسم ممتعه لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نحافظ على حظوظنا في المنافسه على البطوله بتخطي عقبه المصري بكره. تقديم عرض قوي ينهي بيه كولر احسن نهايه لافضل بدايه في المدرب مع النادي الاهلي. كل التوفيق ان شاء الله ونتمتع بمباراه قويه للنادي الاهلي ونحافظ على فرصتنا في كاس مصر. بشكر بلال محسن، بشكر احمد مصطفى، نورتونا واسعدتونا كالعاده، بنسعد بيكم دايما في السادسه. احنا بنشكرك طبعا وبنشكر الساده المشاهدين ونتمنى ان شاء الله ان الحلقه تكون عجبتهم. والله لا 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 يعني واحنا الموسم بيخلص طبعا بشكر كل الزملاء في السادسه على حلقه النهارده وعلى موسم طويل وشاق بذلوا فيه مجهود كبير. انا شخصيا حاسس ان الموسم كان طويل جدا، فما بالكم باللعيبه وما بالكم بالجهاز الفني اللي الحقيقه بذلوا مجهودات كبيره جدا على مدار الموسم. في النهايه كانت النتيجه زي ما الجماهير توقعت وزي ما الجماهير حلمت، موسم اكتر من رائع، موسم استثنائي، وان شاء الله يكون ختامها مسك زي ما بيقولوا بكره ان شاء الله بفوز كبير وعريض على النادي المصري. بشكركم مره ثانيه، بشكر حضراتكم على المتابعه ونتقابل في حلقه جديده من السادسه. تحياتي لكم.